فعلا يا اخي محدش بياكلها بالساهل، وانت دلوقتي حقك تضربه او تكهربه. ما علشان تجيب حته بسبوسه في الايام دي يبقى هتتعذب في طوابير الحلواني، يا اما تطلب دليفري وتستنى حسبه 3 4 ساعات، او تكلم تورتينا وتريح نفسك. تورتينا في خدمه حضرتك يا فندم. عايز طبق بسبوسه. تحب تستلم الاوردر الساعه كام؟ خليها كمان ساعتين. الحساب 52 جنيه، حضرتك هيكون معاك كام عشان نجهز لك الباقي؟ 200 جنيه. يا ريت تتصل بينا قبل ما توصل بدقايق عشان تستلم الاوردر في نفس الوقت. والله حاجه حلوه يعني. تورتينا حاجه حلوه معموله لينا.